الشق المرتبط بالاستثمار الصناعي ومرافقة الاستثمار، كذلك منطقتين صناعيتين استفادتا من تمويل ضخم في مجال ضخها بالكهرباء وكذلك بالغاز الصناعي، وأعني بها منطقة صناعية الحمادية ومنطقة رأس الواد. وكذلك وأنتم تابعتم التصريح الأخير لمجلس الوزراء حول إسقاطات الكهرباء الفلاحية على إعادة بعث الإنتاج الفلاحي أو ما يعرف بالأمن الغذائي. ولايتنا حاليا استفادت من 587 مستمرة فلاحية استفادت من الكهرباء الفلاحية، والتي عززت الإنتاج الفلاحي، ونحن نشتغل على هدف يفوق 480 مستمرة فلاحية اللي راح تضخ بالكهرباء الفلاحية. ما هي إسقاطات هذا المشروع؟ هو إسقاطاتها أننا طورنا شعبة إنتاج الدواجن ب 23 مؤسسة جديدة. هناك أقطاب في العش، وهناك أقطاب في تكستا، وهناك أقطاب في خليل. كذلك وسعنا المساحة الزراعية المسقية بالتوجه نحو المناطق الجبلية من خلال تنمية الزراعة الجبلية على مستوى وادي محجر بالمنطقة الشمالية على مستوى ضائعة جعفرة، وكذلك منطقة زمورة على مستوى محيط شاطئ. مجمع زيرتيب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.